الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد السيد السند العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، من علمنا الخير في كل شيء، في حياتنا، في السعة وفي الضيق، في كل أحوال حياتنا، في كل ضيق يمر به الإنسان، في كل سعة يمر بها الإنسان. الحق تبارك وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم، في الآية العظيمة الكريمة التي نزلت على قلب الحبيب المصطفى الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ما هذه الآية؟ وما المقصود بالوجد فيها؟ وهل الوجد مقام من مقامات الحب؟ أم هي محطة من محطاته؟ أم هي علامة من علاماته؟ أم هي إشارة من إشاراته؟ أم هي بشارة من بشاراته؟ الوجد مبني على الحب الذي كان بين الزوج والزوجة، أو كان بين الخطيب والخطيبة، أو كان بين الحبيب والحبيبة. أمرنا الحق سبحانه وتعالى في إسكان هذه المحبوبة في هذا المقام الكريم، مقام الوجد. وما هو الوجد؟ الوجد هو السعة، الوجد هو اليسار، الوجد هو الاستبشار، الوجد هو الخير الكبير، الوجد هو النعيم المقيم، الوجد حال يعتري القلب، الوجد حنين للآخرة، الوجد سر من أسرار الحق سبحانه وتعالى يقذفه في قلوب عباده الصالحين لينظروا ويتأملوا ويتعرفوا ويتذوقوا هذه المقامات العظيمة في مقامات الحب، ليتعرفوا عن مكنون الحب وعن سيرة الحب وعن مقام الحب. الوجد ثلاثة مراتب: وجد وتواجد ووجود. الوجد حب، والوجد شغف، والوجد سر، والوجد أنين مع حنين. أما التواجد فهو استدعاء صورة المحبوب في خيال القلب، عندما يتواجد الإنسان أي يستحضر هذه الصورة في قلبه، يتأمل في صورة المحبوب حاضراً كان أم غائباً، يستحضرها وهو بين يديه، ويستحضرها إذا غاب عنه. وفي هذا مقام عظيم، وهذا المقام مقام رسوخ للرجال وللنساء، للأصدقاء. كيف كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في مقام الوجد؟ كان عندما يذهب إلى بيته ويجد في قلبه شوقاً لرسول الله، ويستدعي صورة الحبيب المصطفى في خياله، فلا يستطيع الصبر على رؤية الحبيب المصطفى، فيقوم من بيته ويتوجه إلى بيت الحبيب وينظر إلى محياه ويقول: ما بي مرض ولا علة ولا حاجة يا رسول الله، إلا أني أردت أن أنظر إليك. هذا النظر مبني على الاستحضار الذي هو في القلب، ومبني على الصورة الجمالية الخيالية في قلب الإنسان وفي أعماق روحه، يتخيل ويستجلب هذه الصورة. هذا هو التواجد. أما صاحب الوجد فهو على مقام عظيم، فإن وجد وجد. وما معنى هذا الكلام؟ الحق تبارك وتعالى عندما خلق هذا الخلق وجعلنا في هذا الوجود جعل لنا وجدا، وقال: ابحثوا عني تجدوني. كيف أبحث عن الحق؟ وكيف أبحث عن هذا المقام؟ وكيف أبحث عن محبوبي وعن مرغوبي وعن مطلوبي؟ أين أجده؟ الحق جل جلاله وتعالى في علاه يقول في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. من منا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يرتكب خطيئة؟ من منا لم يقع في ذنب؟ من منا لم يقصر؟ كل الناس مذنبون، قال روحي له الفداء، كل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فمن وجد في نفسه خطيئة ذهب إلى الحبيب المصطفى، قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، حياً في حياتك
ومنتقلا في برزخك الشريف حيا صلى الله عليك وآلك وصحبك وسلم. قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ما الذي سيحصل؟ ماذا سيستفيدون؟ لوجدوا. ماذا وجدوا عند رسول الله؟ وجدوا الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. كيف تجد الحق سبحانه وتعالى؟ تجده توابا رحيما. يقول: الذين وصلوا إلى هذا المقام العظيم من أصحاب الوجد ومن المتواجدين يقولون كلمة عظيمة: من وجد الله وجد كل شيء، ومن فاته الله فقد فاته كل شيء. إن أردت أن تجد محبوبك ومرغوبك ومطلوبك ابحث عنه في ذاتك، لأن الله جل جلاله وتعالى في علاه قال: واعلموا أن فيكم رسول الله. فيك رسول الله، فيك كل الخير، فيك كل البشر، فيك كل السرور، فيك كل الراحة، فيك كل السعة، فيك كل الهناء، فيك كل السعادة. هذا مقام ومذاق تجده في حياتك وأنت في طريقك إلى الحب، وأدرك هذا المقام وتعلق به وسر على خطاهم لتصل إلى مقام الوجد. واعلم أن الوجد ليس هو المحطة الأخيرة، هو مقام علي لكنه ليس بالمقام الأعلى، لأن الطريق في الحب طويل وممتد. صدق من قال: هو الحب فاسلم بالحشى ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. فأنت والقلب شيء غير مفترق، وما تطابقت الأحداق من سنا إلا وجدتك بين الجفن والحدائق. سرورا لأني قد خطرت ببالك.